بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الحج. وكنا قد تكلمنا عن قول باب طواف القارن، قال باب طواف القارن، ثم ذكر روايات، منها رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول. قال جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول. وأيضا ذكرنا كلام الإمام النووي رحمه الله في تعليقه على تلك الرواية، قال: دليل على أن السعي في الحج والعمرة لا يكرر، بل يقتصر منه على مرة واحدة ويكره تكراره لأنه بدعة. قلنا أن السعي بين الصفا والمروة كعبادة هي عبادة داخل النسك، عبادة داخل النسك. أما خارج ذلك النسك فلو سعى الإنسان بين الصفا والمروة هذه ليست بعبادة، هذه ليست بعبادة. من غير الطواف، طواف البيت، يبقى طواف البيت عبادة. قلنا سواء كان داخل النسك أو خارج النسك. يبقى في العمرة هذا طواف العمرة، هذا ركن الأركان. في الحج هذا طواف الإفاضة، هذا ركن الأركان. في طواف الوداع عندما بيترك الإنسان مكة ويصدر عن مكة يبقى آخر عهد الإنسان بالبيت كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا بينا طواف القدوم، هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتوقع عن ذلك الطواف بصفة عامة. الطواف المطلق يبقى متى طواف الإنسان هذه الأشواط السبعة ثم ركع ركعتين بعد الطواف، يبقى هذا طواف مسنون، هذه عبادة. قلنا غير السعي بين الصفا والمروة عبادة داخل النسك. في العمرة هي السعي بين الصفا والمروة كركن أركانها، في الحج أيضا السعي بين الصفا والمروة كركن أركانها، لكنه لا يكرر وإلا كما قال كما بين الإمام النووي رحمه الله في دليل أن السعي في الحج والعمرة لا يكرر بل يقتصر منه على المرة الواحدة. وكذلك أيضا من خلال تلك الرواية ذكر أن القارن بيكفيه طواف واحد وسعي واحد كما قال جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول. يبقى سعى بين الصفا والمروة لحج وعمرته، لحج وعمرته، ويجزي من ذلك أن يسعى بين الصفا والمروة لمرة واحدة مجزية عن العمرة والحج، ده في حالة القارن، هذا في حالة القارن. لذلك بوب أبو داود رحمه الله قال باب طواف القارن. كذلك أيضا ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة، قال: لم يطوفوا حتى رموا الجمرة. قال: يقصد بذلك الذين وثقوا معه في القران، كما هو ظاهر من ترجمة الباب المؤلف. يبقى قال المقصود من كده أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة، يبقى يقصد بها جمرة العقبة. وقلنا هذه من أعمال يوم النحر، هذه من أعمال يوم النحر. فقالت عائشة رضي الله عنها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة. قال: يقصد بذلك الذين وثقوا معه في الطراب، بدليل أن أبا داود رحمه الله ذكر هذه الرواية تحت هذا الباب وتلك الترجمة، باب طواف القارن. قال: وبالتالي يحمل هذا الكلام الذين وثقوا معه في الطراب. قال: يبقى أنهم طافوا بين الصفا والمروة، قال: بعدما رموا الجمرة. وطبعا بينا أن في حال القارن جاز له أن يقدم السعي، جاز له أن يقدم السعي بعد طواف القدوم، أن طواف القدوم ده مسنون للمفرد وكذلك للقارن، أما المتمتع فهيؤدي مناسك العمرة، فطواف الأول هو طواف العمرة، غير النسك
يبقى او اهل بالعمر بالحج فقط او اهل بالحج والعمره معا بالميقات، وان يبقى القارن او المفرد لما بياتي الكعبه ويطوف، فهذا الطواف الاول يطلق عليه طواف القدوم، وقلنا انه مسنون، ولكن نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز للمفرد والقارن ان يقدم السعي ولا يطالب بذلك السعي بعد طواف الإطافة، قلنا لانه قد قدم ذلك السعي، يبقى ده الطواف الاول اي السعي بين الصفا والمروه يبقى اتموه بعد طواف القدوم. وبالتالي يبقى ومن لم يطف في هذه اللحظه او يسعى بين الصفا والمروه بعد طواف القدوم يبقى وجب عليه طواف او السعي بين الصفا والمروه بعد طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروه بعد طواف الإفاضة، لان السعي بين الصفا والمروه ركن من اركان، ركن من اركان العمره وركن من اركان الحج، يبقى ركن من اركان العمره وركن من اركان الحج، ولا يجزئ الحج او العمره الا باداء ذلك الركن، قلنا لان ترك الركن يبقى هذا النسك لم يكتمل، قلنا هذا النسك لم يكتمل، قلنا على ذلك لا يجبر بالذنب لانه مش واجب من الواجبات، ولكن ركن اركان لا يتم النسك الا بادائه. فقالت عائشه رضي الله عنها ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمره. قال الظاهر من هذه الظاهر من إرادة هذه الرواية تحت هذه الترجمة هو الذين وافقوا معه في القراءة، وقيل بل مطلقا، والصحابة كانوا بين قارن وتمتع، كل منهما يكفيه سعي واحد، وعليه بنى النسائي الترجمة فقال كم طواف القارن والمتمتع بين الصفا والمروة، كطواف القارن والمتمتع بين الصفا والمروة، قال لم يطوفوا بين الصفا والمروة حتى رموا الجمرة يوم النحر. قلنا بصفة عامة يبقى القارن أو المفرد أو المتمتع، إن المتمتع أدى مناسك العمرة كاملة، مناسك العمرة يبقى أهل من الميقات، وبعد ذلك طاف بالبيت، وبعد ذلك سعى بين الصفا والمروة، كل دي أركان، يبقى هذه أركان، يبقى الإحرام وكذلك أيضا الركن الثاني اللي هو الطواف، والركن الثالث هو السعي بين الصفا والمروة، هذه أركان العمرة، بعد ذلك بيتحلل بالحلق والتقصير، يتحلل بالحلق والتقصير وهذا واجب. قلنا بالنسبه للحج بقى يبقى الحج سواء كان افرادا او كان قارنا او كان متمتعا يبقى اركان الحج ايضا يبقى الهلال من الميقات، وان ميقات المتمتع عند ذلك هيهل من ميقاته من مكه كما يعني ذكرنا قبل ذلك، والوقوف بعرفات، طواف الافاضه، السعي بين الصفا والمروه. يبقى دي كلها اركان الحج، اركان الحج يبقى الاحرام وكذلك ايضا الوقوف بعرفات وكذلك طواف الافاضه والسعي بين الصفا والمروه. هنا يبقى المفرد يطوف طوافا يسعى بين الصفا والمروه سعيا واحدا، القارن يسعى سعيا واحدا بين الصفا والمروه يجزي عن الحج والعمره، المتمتع يسعى لحج ايضا بين الصفا والمروه، قلنا لان ادى مناسك العمره كامله ومنها ايضا كان السعي بين الصفا والمروه، ولذلك قال توجيه ذلك الكلام او ظاهر ايراد المؤلف لهذه الروايه تحت هذه الترجمه معنى كلام الذين كانوا معه اي الذين وثقوا معه في القران. ثم ذكر ايضا يعني هذا البيان من خلال ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه رضي الله عنها. قال ان النبي قالت عائشه ان رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طوافك بالبيت وبين الصفا والمروه يكفيك لحجتك وعمرتك. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بكلام صريح لعائشه رضي الله عنها قال طوافك بالبيت وبين الصفا والمروه يكفيك لحجتك وعمرتك. يبقى نقول ان القارن حيجزئه ان يطوف طوافا واحدا هذا مجزئ عن الحج والعمره، وكذلك يسعى سعيا واحدا بين الصفا والمروه هذا مجزئ عن الحج والعمره كما هذا الكلام الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى طاف طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا وكان قارنا، وقال ذلك الكلام ايضا لعائشه رضي الله عنها. قلنا ان عائشه رضي الله عنها كانت قد اهلت بعمره ثم حاضت عائشه، وظل ذلك الحيض بعائشه رضي الله عنها حتى يوم الترويه، فعند ذلك امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل وان تهل بالحج، قلنا وبالتالي ادخلت الحج على العمره فاصبحت بذلك قارنه، اصبحت بذلك قارنه، وقلنا يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه رضي الله عنها يدل على ذلك الامر، انها لما قالت خذي عمرتك
ان مش معنى كده ان هي هتتحلل العمره، ولكن معنى الكلام انها لم تؤدي مناسك العمره لوجود المانع الا هو الحيض. وقلنا لما زال بها الحيض او ما زال بها الحيض حتى يوم الترويه فامرها عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل ان تنتجب وان تهل من حج، فادخلت الحج على العمره فاصبحت قارنه. ونقول الدليل على ذلك ما قالت عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طوافك بالبيت وبين الصفا والمروه، يبقى طواف الطواف واحد وسعى سعيا واحدا، قال يكفيك لحجتك وعمرتك. يبقى ده كلام صريح ان عائشه كانت قارنه رضي الله تبارك وتعالى عنها، وان الطواف الواحد يجزي عن حج والعمره ان كان قارنا، والسعي بين الصفا والمروه ايضا يجزي عن الحج والعمره لمن كان قارنا. هينتقل بعد ذلك الى باب اخر وباب الملتزم. قال باب الملتزم. ثم ذكر روايه عن عبد الرحمن بن صفوان انه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه قلت لألبسن ثيابي وكانت داري على الطريق فلأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فانطلقت فرايت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبه هو واصحابه قد استلموا البيت من الباب الى الحصين وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. يقول عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه قلت لألبسن ثيابي وكانت داري على الطريق فلأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فانطلقت فرايت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبه هو واصحابه قد استلموا البيت من الباب الى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطه. قال المحقق في ذلك انها ضعيفه. ثم ذكر ايضا روايه اخرى عن عمرو الشعيب عن ابيه انه قال طبت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبه قلت الا نتعوذ؟ قال نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر واقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا اصابهما بسطا ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. اذا قال في روايه عن عمرو الصعيب عن ابيه انه قال تبت مع عبد الله يعني مع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فلما جئنا دبر الكعبه قلت الا تتعوذ؟ فقال نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر واقام بين الركن والباب وضع صدرا وجهه وذراعيه وكفيه هكذا اسطاهما بسطا ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. ايضا اخر هذه الروايات روايه ذكرها عن محمد بن عبد الله بن السام عن ابي انه كان يقود ابن عباس رضي الله عنه فيقيم عند الشقه الثالثه مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب فيقول له ابن عباس نبئت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ها هنا فيقول نعم فيقوم فيصلي. قال المحقق ايضا انها ضعيفه الروايه السابقه ايضا قال انها ضعيفه. وبيتكلم على الملتزم، الملتزم يعني هو ما بين الحجر وما بين الباب، بين الحجر وبين باب الكعبه، ده الملتزم، يلتزم الانسان بصدره وبخده وبيغسل ذراعيه، يرفع ذراعيه ويغسل ذراعيه ويلتصق بذلك المكان، هذا مكان يستجاب فيه دعاء. رغم ان هي روايات ضعيفه لكن العلماء قالوا بمجموع هذه الروايات يحسن هذا هذه الاحاديث بتحسن هذه الاحاديث على اساس ان هي ضعيفه ولكن تجبر بضم بعضها الى بعض فترقى الى درجه الحسن وبالتالي الحسن بيعمل به في الاحكام. فقالوا ان هذا المكان يعني مكان بيستجاب فيه الدعاء، هذا مكان بيستجاب فيه الدعاء. كانت الروايه الاولى روايه عن عبد الرحمن بن صفوان أن قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت لألبسن ثيابي وكانت دار على الطريق فلأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه قد استلموا البيت من باب إلى الحطيم. فقال يا ترى الحطيم الراجح من الكلام الحطيم هو الحجر، الحطيم هو الحجر، الراجح من الكلام أساسا أن الحطيم هو الحجر وليس الحطيم هو المكان الذي بين الحجر والباب ولكن الحطيم هو الحجر. ده الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال وكما بين الإمام البخاري رحمه الله هذا الكلام أن النبي
صلى الله عليه وسلم يعني قال كان راقد في ذلك الحجر. الحجر اللي هو يبقى قلنا الكيرف الموجود اللي هو القوس اللي موجود، قلنا القوس دوت، قلنا على اساس هذا من البيت كما بينا، كما بينا القوس اللي موجود ده يبقى ده من البيت، قلنا لان النفقه حصلت مع قريش وبالتالي لم يستكملوا البناء على قواعد ابراهيم، وما كانوا يدخلون في البيت الا المال الطيب، الكسب الطيب من المال، وبالتالي لما النفقه قلت مع قريش لم يستطيعوا استكمال البيت، اقامه البيت على قواعد ابراهيم. فعلى ذلك نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركن اليماني وكذلك الحجر لانها على قواعد ابراهيم، وما كان يستلم الركنين الشماليين، قلنا الشاهد من كده انها لم تكن على قواعد ابراهيم، فكان هذا القوس قلنا داخل الكعبه، قلنا على اساس ان هي كان البناء يبقى لم يبنى باكمال على القواعد، قلنا نتيجه ان النفقه قلت مع قريش، وما كانوا يدخلون في بناء البيت الا النفقه الطيبة، النفقة لا تكون من كسب طيب. فذكر كده ان الحطيم يبقى هو الحجر كما بينت الروايات التي ذكرها الامام البخاري رحمه الله، وبالتالي قال وقد وضعوا خدودهم على البيت، يبقى المكان اللي بيضع الخدود عليه كما بين عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في الروايه الثانيه لما قال ثم مضى حتى استلم الحجر واقام بين الركن والباب، يبقى هو ده اساسا الملتزم. كيف بيلتزم الانسان؟ قالوا قال لانهم يلتزمون بالدعاء، ثم الملتزم لانهم يلتزمون بالدعاء. ويبقى بين الركن اللي هو بين الحجر وبين الباب، بين الحجر وبين الباب. يبقى هذا المكان كيف بيلتزم الانسان للدعاء؟ كما بين عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وسطهما بسطا. يبقى نقول كده يبقى يرفع ايديه ونقول بكلتا يبقى الكفين والذراعين والخد والصدر كده بيبقى والبطن لاسئ تماما في هذا المكان، يلتصق بذلك المكان، يلتزم هذا المكان، يلتزم هذا المكان، يبقى كان نقوله انسان بيرفع ايده على الحائط كده، رافع ايده على الحائط باكملها، يبقى الكف والذراع والخد والصدر والبطن كلها بيلصقها بذلك المكان، يلتزم هذا المكان بالدعاء، وان ده مكان بيستجاب فيه الدعاء. قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. الشيخ الألباني رحمه الله بيحسن هذه الروايات، يحسن قلنا على أساس إن ده ضعف منجبر، وبالتالي بضم هذه الروايات يبقى بيصل الحديث إلى درجة الحسن. الحسن طبعا بيعمل فيه في الأحكام، بيعمل فيه الأحكام. فقال إن هم أساسا سمى بملتزم على أساس إن هم يلتزمون ذلك المكان عند الدعاء، واستجاب في الدعاء، واستجاب في الدعاء. ولذلك كما قال ان ابن عباس رضي الله عنهما يعني قال نبئت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ها هنا، فيقول نعم فيقوم فيصلي، كان يصلي ها هنا، يبقى كان يدعو في هذا المكان، كان يدعو في هذا المكان، فيبقى ده الملتزم، ونقول يعني التزامه من اجل الدعاء، ونقول بهذه الصوره، وفيها طبعا يعني ان الانسان بيظهر الضعف وكذلك ايضا حاجته الشديده الى ربه سبحانه وتعالى، ويعترف بتقصيره في جنب الله سبحانه وتعالى، وبيرجو من ربه سبحانه وتعالى الاجابه. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر وباب امر الصفا والمروه. قال باب امر الصفا والمروه، ثم ذكر في روايه عن عروه بن الزبير رضي الله عنه قال قلت لعائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وانا يومئذ حديث السن، أرأيت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما، ألا يطوف بهما؟ قالت عائشة رضي الله عنها كلا، لو كان كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حذو القدي، وكانوا يتحرجون أن يتطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. كذلك أيضا في رواية عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستر من الناس، فقيل لعبد الله أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا. قال أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا. أيضا ذكر في رواية ثم حديث آخر أيضا عن عبد الله بن أوفى
قال ذكر بهذا الحديث زاد ثم آتى الصبع المرة فسعى بينهما سبعة ثم حلق رأسه ثم أتى الصبع المرة فسعى بينهما سبعا ثم حلق رأسه. ثم ذكر أيضا رواية عن كثير من جمهان أن رجلا قال لعبد الله بن عمر بين الصفا والمروة: يا أبا عبد الرحمن إن أراك تمشي والناس يسعون. قال: إني أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وأنا شيخ كبير. ليتكلم على الصفا والمروة والسعي بين الصفا والمروة. وذكر الرواية الأولى ورواية عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا وإن حديث السن: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما؟ قالت عائشة رضي الله عنها: كلا، لو كان كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. يبقى نقول الإنسان لما يفسر القرآن برأيه قلنا قد يظن أنه قد أصاب بذلك التفسير، وأن القول دائما لابد أن يكون فيه مرجعية، والمرجع دوما إلى كلام النبي إلى كتاب الله تبارك وتعالى، فما أتى مجملا في موضع قد يأتي مفصلا في موضع آخر، أو نأتي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكي تبين لنا ما هو المقصود بالآيات، أو أقوال الصحابة رضي الله عنهم لأنهم قد عاصروا التنزيل، فدائما ننتبه أن رأى الآيات إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. طبعا فلا جناح عليه يبقى نفي الإثم أساسا، نقول لا جناح عليك بكذا، يبقى على ذلك نقول ده المقصود منه نفي الإثم. فيا ترى هل المقصود الآيات كده لا جناح عليك أن تطوف بهما؟ يعني نقول ان هو زي بالضبط كده نقول انسان هيقصر الصلاه في السفر يقصر صلاه الظهر، لو اتم نقول لا جناح عليك، لا اثم عليك في ذلك، لا اثم عليك، يبقى لا جناح عليك يعني لا اثم عليك. هل ده مقصود الايه؟ هو ده فهم عروه بن الزبير رضي الله عنه، ولكن عائشه رضي الله عنها بينت له ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود. قلنا والايات دي يعني كثيرا ما ورد عن الصحابه رضي الله عنهم، كما قال عمر عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قاتلنا حتى لا تكون فتنه، يعني قاتلنا حتى لا تكون فتنه، يعني لما قيل الا تقاتل قال قاتلنا حتى لا تكون فتنه، اما الان فهذا خلال فتنه. وكما قال ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه: فينا انزلت نحن معشر الانصار هذه الايه: وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا. يبقى يعني والله هذا رجل القى بيده على التهلكه لما قال هذا الرجل في صفوف الروم، فقال رجل هذا رجل ألقى بيده إلى التهلكة. قال: لا، ليس هذا هو معنى الآية، دي الآية دي نزلت فينا إحنا معشر الأنصار. وبالتالي قال إن هم لما بدأوا ينظرون إلى إصلاح المال، وقلنا على أساس إن الإسلام انتشر، وبالتالي بدأوا ينظرون إلى إصلاح أموالهم، فعند ذلك نزلت الآيات، نزلت الآيات حتى لا ينشغلوا بإصلاح المال عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. قلنا على رغم الإسلام كان انتشر أهو، ولكن قال نحن فينا معشر الانصار نزلت هذه الايه، وبالتالي قال له انت فهمت الايه على غير البيان، وان مع ان هو ظاهر الايه تقول كده، ظاهر الايه، لكن ده كان عصر التنزيل، وبالتالي الايه دي توجيهها ازاي؟ هنا نفس القضيه ايضا، عائشه رضي الله عنها تقول قالت عائشه: كلا، لو كان كما تقول كانت فلا جناح عليه الا يطوف بهما. قالت: انما انزلت هذه الايه في الانصار. ايه السبب؟ قالت: كانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حذو قضيب، وكانوا يتحرجون أن يتطوفوا أو أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى آخر الآية. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا من دقيق علم عائشة وفهم عائشة الساقط وكبير معرفة عائشة رضي الله عنها بدقائق الألفاظ. قال: أن الآية الكريمة إنما دل لفظها على رفع الجناح عمن يطوف بهما، وليس فيه دلالة على عدم وجوب السعي، ولا على وجوبه، يبقى ليس فيه دلالة على عدم وجوب السعي، ولا على وجوبه. فأخبرت عائشة رضي الله عنها أن الآية ليست فيها دلالة للوجوب ولا لعدمه، وبيانت السبب في نزولها، والحكمة في نظمها، وأنها نزلت في الأنصار حين تحرجوا من السعي بصوم ورا في الإسلام، وأنها لو كانت كما يقول عروة لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما.
قال وقد يكون الفعل واجبا ويعتقد الإنسان أنه يمنع إيقاعه على صفة مخصوصة، يعني يكون الفعل واجب لكن هو ظن أن أنا ما أفعلش هذا الشيء، قال أنه يمنع إيقاعه على صفة أو يمنع إيقاعه على صفة مخصوصة. قال ضرب مثل كده، قال وذلك من عليه صلاة الظهر وظن أنه لا يجوز فعل الصلاة عند غروب الشمس، فساء عن ذلك فيقال في جوابه لا جناح عليك إن صليتها في هذا الوقت، فيكون جوابا صحيحا ولا يقتضي نفي وجوب صلاة الظهر، يعني يقول الإنسان كده يبقى عليه صلاة الظهر أو صلاة العصر وغربت الشمس عند الغروب يبقى نهى النبي، أو عندما تظهر الشمس غروب يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية المذكورة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وارضاه لما قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في ثلاث ساعات من عندما تضيف الشمس غروب، عندما تضيف الشمس وعند شروق الشمس، يقول الإنسان كده قام عند شروق الشمس ما استيقظش صباحا إلا عند شروق الشمس، يا ترى يصلي ولا ما يصليش؟ نقول إن رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، كل البعض كده يبقى قال والله أصلي في التوقيت ده، نقول صلي لا لا جناح عليك، ما فيش حرج يعني. يعني ما لا جناح عليه، قلنا وظن ان هو ما يصليش في التوقيت ده، يبقى لذلك قال يبقى كمن كان عليه صلاه الظهر وظن لو جوز فعلها عند غروب الشمس، كمن كان عليه صلاه الصبح كده وظنه ما يفعلهاش عند شروق الشمس، قال لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه في هذه الاوقات، فساء عن ذلك فيقال في جوابه لا جناح عليك ان صليتها، نقول له ما فيش جناح انك انت تصليها في الوقت ده، يبقى مش احنا بنرفع نقول والله مش معنى ده عدم الوجوء او الوجوب، ما بنتكلمش على وجوب الفعل عدم الوجوب. ده بنتكلم هنا انك انت مفيش حرج ان انت تفعل ذلك الامر تفعله، قلنا هم اللي منعهم تحرجوا عن ذلك لانهم كانوا يطوفون به او يهدون لمنات يبقى للصنم اللي كانوا بيعبدوه، فتحرجوا عند ذلك في السعي للصفا والمروه، فنزلت الايات ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، يعني معناه مش بتتكلم على وجوب السعي او عدم وجوب السعي ما تتكلمش عليه، ده بتتكلم على رفع الحرج عنهم في السعي والصلاة والمروة انهم كانوا يهلون لمنى، كانوا يهلون لمنى، فده كان نزلت الايات ما تتكلمش عن وجوب عدم الوجوب، ما تتكلمش عن الوجوب وعدم الوجوب، لكن نقول وجوب السعي والصلاة والمروة كل ده بيؤخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل فقد كتب الله عز وجل عليكم السعي، يبقى اسمعوا فقد كتب الله عز وجل عليكم السعي، يبقى نقول ان السعي ركن اركان كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما امر قوم بالسعي من صفا ومروه، يبقى الايات نزلت رفع قلنا لانهم تحرجوا من ذلك الامر، تحرجوا. فلذلك قال فيه دلاله على يقول في ذلك الامام النووي رحمه الله هذا من دقيق علم عائشه وهذا الفهم مستاق لعائشه وكبير معرفتها بدقائق الالفاظ. قال ان الايه الكريمه انما دل الوضوء على رفع الجناح عمن يصوم بهما وليس فيه دلاله على عدم وجوب السعي ولا على وجوبه، لا عدم الوجوب ولا وجوبه، ما تتكلمش عن وجوب عدم وجوب. فأخبرته عائشة رضي الله عنها الآية ليست فيها دلالة للوجوب ولا لعدمه، وبينت السبب في نزولها والحكمة في نظمها، وأن نزلت في الأنصار حين تحرموا من السعي والصوم والمروة في الإسلام، وأنها لو كانت كما يقول عروة لكانت فلا جناح عليها إلا يطوف بهما، قد يكون الفعل واجبا ويعتقد الإنسان أنه يمنع إيقاعه على صفة مخصوصة، قال وذلك من عليه صلاة الظهر وظن أنه لو جلس فعلها عند غروب الشمس، فساء عن ذلك فيقال في جوابه لا جناح عليك إن صليتها في هذا الوقت، سيكون جوابا صحيحا لا يقتضي نفي وجوب صلاه الظهر، يبقى هو ده الكلام. وبالتالي لو انسان يعني فسر القران برايه قلنا قد يعني يخطئ هو في ظنه ان ده كلام فعلا يتفق عليه المعنى الظاهر كده، لما بنعرف سبب النزول بنبدا طبعا ادي التوجيهات، ولذلك بنرجع لعلماء الثقات يعني في هذا الامر. وايضا يعني ممنوع ان احنا نفسر القران بارائنا، قلنا حتى لو كان ظاهر اللفظ كده يعني ظاهر، حتى لو كان ظاهر اللفظ كده ظاهر، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال وكما بين، من تكلم في القران برايه فاصاب فقد اخطا، تكلم في القران برايه فاصاب فقد اخطا، يبقى حتى لو قلنا يعني بعد ما اتكلم في القران كده نظر للتفسير وكلام العلماء وجد فعلا ان تفسيره صحيح، نقول اخطا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن موافقة الإنسان للحق يكون إنك أنت تعلم إن هذا حق، إن زي بالظبط كده؟ إنسان فعل شيء موافق للسنة، فلما نظر للسنة وجد فعلاً موافقة هذا الفعل للسنة، موافقة هذا الفعل للسنة، غير الاجتهاد، ما نقولش الاجتهاد، لكن الإنسان هو ليس له دراية بالسنة، ليس له دراية بالسنة، أفعاله وافقت السنة،
وبالتالي من نظر لها فعله وافق السنة، نقول هو لا يثاب على ذلك لأنه لم يقصد ابتداء اتباع السنة، ما قصدش موافقة السنة أو اتباع السنة، ولكن نقول فعله وافق السنة. قلنا كحال الإنسان بيأكل باليمين، يأكل باليمين، فعلى ذلك وافق السنة، لكن هو مش مقصده موافقة السنة، مش مقصده. لما وافق السنة قال أنا أكل باليمين، نقول أنت لم تقصد ابتداء أن توافق السنة، ولكن نقول يبقى قبل ما ابتداء الإنسان للفعل أو كلام الإنسان بأي كلمة يبقى ينظر إلى السنة، قلنا عشان نصير حتى تكون، لأن قلنا لابد من نية إصابة السنة، المقصد من فعل أو القول هو إصابة السنة، عشان نصير السنة يبقى لنا لابد أن يكون لنا اطلاع، وخاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يبقى عملك ده هيكون مردود الا ان كنا فعلا بنعمل عمل ونوافق فيه السنه، ان نعلم هذه السنه، نتكلم بلفظه نقول هذه السنه، غير لما يتكلم ثم يستبين له انها سنه، نقول لان المقصد لابد ان احنا عندنا مقصد اتباع السنه، قضيه الاتباع يبقى لابد المقصد فيها اتباع السنه، اعلم انها سنه وعند ذلك نسعى الى فعلها. لذلك الامام البخاري رحمه الله لما ذكر هذه الروايه عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وانا ابن 50 من دم. فقال الامام ابن حجر رحمه الله، قال ابن حجر رحمه الله ان يعني هذه السنه المقصوده، السنه المقصوده يبقى نقل الكلام فيها اساس هي السنه المقصوده، يبقى في مزاح الانسان مع ولده او مع الصغير يبقى عند ذلك نقول يبقى دي السنه المقصوده. قلنا والله الامر مباح، الامر مباح ويمازح ذلك الصغير، لكن انا امازحه على نفس ايضا منهج النبوه، يبقى افعل هذه الفعله ومزح الصغير، ولكن اقصد بذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، غير ان انا بمزح الصغير اهو ونقول ان انا هناخد كده والله جرعه من الماء ثم اقوم بمزح هذه الجرعه في وجهي، لكن ما اعلمش ان دي سنه، نقول دي فعله مباحه، لكن هو لا يثاب عليه، هي فعله مباحه وانا قصدت بها الاتباع السنه، معرفه الانسان بالسنه بيجعله يكتسب ثوابا عظيما، قلنا الافعال هي أفعال مباحة، لكن لما قرن مع نية الاتباع يثاب على ذلك الأمر، يثاب على ذلك الأمر. فعائشة رضي الله عنها قلنا ما فيش حرج إن يأتي شيء على ذهن الإنسان ثم يقوم بعرضه على العالم كما فعل عروة بن الزبير رضي الله عنه مع عائشة رضي الله عنها، قال: أرأيت قول الله عز وجل؟ وقبل ما أتكلم الكلام ده قال: فما أرى على أحد شيء ألا يتطور بما، ويعرض المسألة وقال: أنا شايف كذا. فعائشة رضي الله عنها وجهت لي كلام وقلت له: هذا الكلام يعني صوابه أن يكون كذا وكذا وأن دي نزلت بسبب كذا وكذا، فصححت له المعلومة. قلنا من عروة يبقى قال أن هو والله شاف أمر أو حكم الأحكام عرضه على العالم قبل ما يتكلم، يبقى ممكن ما فيش حرج إنسان والله يطرأ على ذهني حكم الأحكام ويقوم بعرضه على العالم، إما أن يوافقه على ذلك هذا صحيح موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا غير موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فهمه لهذا الدليل نقول أن هو فهم قاصر غير صحيح، نوجه له الفهم كما فعلت عائشة رضي الله تبارك تعالى عنه. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فصف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستر من الناس، فقيل عبد الله: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا. طبعا هنا ده اعتمر ده كان في عمرة القضية، وبالتالي ما دخلش الكعبة إلا في الحج، ما دخلش الكعبة إلا في أيام الحج، فقال: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا. يبقى نقول احنا لو يبقى الإنسان ممكن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الكعبة والنبي، لكن يا ترى ده الحدث ده إمتى؟ ده كان في عمرة القضية، حج الوداع دخل الكعبة. كما بينا قبل ذلك من كلام ابن عباس رضي الله عنهما لما تكلم عن الرمل والاضباع وقال: هذا ليس بسنه، هذا ليس بسنه، لما طاف بين صفا البعير قال: يبقى هو صحيح طاف على البعير ولكنه ليس بسنه، قلنا نفى الكلام ده هو. وبعد ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال انها سنه لما تكلم عن الرمل بعد ذلك، قلنا هو قال لا مش سنه، وبعد كده قلنا هذه تصحيح القول، ونقول إذا قال ذلك قلنا بناء على يعني العلم الذي وصل إليه، ولما بينت له المسألة قال أنها سنة. خدش بقى بالقول الأول نقول أنها ليست بسنة، ولكن نقول هذه آخر أقوال ابن عباس رضي الله عنه، قلنا قد يخفى بعض العلم على العالم ثم يستبين له فيتكلم به بعد ذلك. ف
فعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال لما سئل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة قال لا. يبقى الكلام ده لما اعتمر في عمرة القضية لم يدخل الكعبة، ولكنه لم يدخل الكعبة كما قال الإمام النووي رحمه الله يعني إلا في الحج. وقال إن هو سبب ترك الدخول في الكعبة قال ما كان في البيت الأصنام والصور، ولم يكن المشركون يتركونها ليغيرها، فلما كان في الفتح أمر بإزالة الصورة ثم دخلها ثم دخلها بعد ذلك. قلنا الدخول بعد ذلك قلنا يعني في عمرة القضية ما دخلش. يبقى لما يجي نقول والله أدخل، قال عبد الله بن أبي أوفى لما سئل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة قال لا، يبقى ما نستندش أنه والله ما دخلش الكعبة، لكن ثبت على ذلك أنه دخل الكعبة بعد ذلك الأمر، ولكن ده في هذه القضية. ثم ذكر أيضا في هذه الرواية ثم أتى صفا والمروة فسعى بينهما سبعا ثم حلق رأسه. يبقى في العمرة السعي والصفا والمروة ركن من الأركان، ثم بقى يكون بعد ذلك الحلق أو التقصير للتحلل من العمرة. ثم ذكر أيضا في رواية عن كثير بن جمهان أن رجلا قال عبد الله بن عمر بين الصفا والمروة يا أبا عبد الرحمن إن أراك تمشي والناس يسعون، قال إني أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، وأنا شيخ كبير، وأنا شيخ كبير. الغرض من كده هذه السعي بين الصفا والمروة، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما سئل عن السعي بين الصفا والمروة قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة. وكما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم السعي، إن الله كتب عليكم السعي وأمر القوم بالسعي. والسعي طبعا ركن من الأركان، ركن من أركانها، لا يتم هذا النسك إلا بإتمام الأركان، ولا يجبر ترك الركن بالدماء، ولكن الواجبات لو تركت تجبر بالدم كما هو معلوم، لكن الركن لابد من الاتيان به حتى يصح ذلك النسك. قلنا زي بالضبط كده الصلاة، نقول الله في سجود السهو ان ترك واجب من الواجبات يبقى يجبر عن طريق سجود السهو، لكن لو ترك ركن عن الاركان لا يجبر الا بالاتيان به. هنا برضك السعي من الصلاة والمروة هذا ركن من الاركان، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ان الله كتب عليكم السعي، إن الله كتب عليكم السعي، كتب عليكم السعي تسعوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال خذوا عني مناسككم. وبالتالي بين أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج وركن من أركان أيضا العمرة، كما بين ذلك الصحابة رضي الله عنهم لما أمرهم أن يتحللوا من حجهم بعمرة في هذا العام الذي خرجوا معه، وأن طالما لم يكن منهم من ساق لم يسق الهدي، وبعد ذلك أمرهم به أيضا أن يهلوا بالحج في يوم التروية، وبين لهم المناسك ومنها السعي بين الصفا والمروة، فالله تعالى كتب وفرض السعي بين الصفا والمروة كركن من أركان العمرة وكذلك كركن أركان الحج. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر وباب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حيذكر لنا في هذه الرواية يعني كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم من اللحظة التي خرج منها من المدينة حتى أتم ذلك النسك، ونرجع الكلام عنه بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وآخر يقول بعض الإخوة عندما يكون مع أسرتي لا يكون بتحية أخيه في الطريق وقد يكون أهل وراءه، فهل هناك دليل على عدم إلقاء السلام؟ وهذه ظاهرة موجودة لا مفيش يعني حرج، يعني مفيش حرج في الأمر، يعني السبب يبقى الإنسان يعني بيستحي إن هو عشان هيلقى عليه السلام هيرفع يعني وجهه، يعني هيرفع وجهه فبيستحي، لعله بيستحي إن هو ينظر إليه، لكن هو حتى لو كان كده مفيش حرج إن يلقى عليه السلام، مفيش حرج يعني. في أيام التشريق بمنى حيث تقصر الصلاة الرباعية هل تصلي النوافل القبلية والبعدية للصلاة المكتوبة؟ لا، اللي ورد كده مكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر فيها الصلاة ويصلي كل صلاة في وقتها، يبقى القصر ده وأن نصلي كل صلاة في وقتها. ما حكم قراءة القرآن بدون وضوء مما يحفظ المرء؟
وما حكم الحكم عند قراءة المصحف؟ مفيش حرج إنه يقرأ، لو هيقرأ من المصحف إذا بيقول لمس المصحف لا يمس القرآن إلا طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا ممكن أقرأ المصحف وأقلبه بشيء، أقلبه مثلا بسواك، يبقى مفيش حرج كده لو أنا على غير وضوء. أما قراءة القرآن على غير وضوء مفيش مانع منها، لكن الصورة الكاملة هو قراءة القرآن على وضوء على طهارة، لكن مفيش حرج. كانوا الصحابة يقرأون القرآن في الطرقات، فيبقى الكلام ده يبقى مش على وضوء. يبقى قراءة القرآن يعني نقول مش من شروط قراءة القرآن اللي هو أن يكون على وضوء، لكن نقول ده من تمام وكمال هيئة الإنسان، أن هو أساسا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيان كما قالت عائشة رضي الله عنها، ولكن كان لما يكونش على وضوء يتوضأ يتمكن، القراءة على وضوء أفضل، لكن ما فيش مانع أنه يقرأ على غير وضوء حتى لو من المصحف بس بدون مس المصحف، لأن لا يمس القرآن إلا طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان يجوز القراءة بدون وضوء، فهل يجوز السجود سجدة التلاوة؟ يبقى لو كان يجوز يعني يجوز القراءة بدون وضوء، فهل لو جاز قراءة القرآن بدون وضوء إذا عند ذلك يجوز سجدة التلاوة؟ دايما بما أن إذا ده ما خلاش في القرآن، ما خلاش في الشرع، بما أن كذا إذا يبقى كذا. يبقى نقول لهم بما أن يجوز قراءة القرآن بلا وضوء إذا يجوز سجود التلاوة بلا وضوء. ما نقولش كده، دي أحكام، كل حكم من الأحكام الفقهية لازم يكون قام عليه الدليل. يبقى الدليل دايما كده أي حكم الأحكام، نقول جواز سجود التلاوة بلا وضوء، جواز سجود التلاوة بلا وضوء. ليه؟ نقوله عشان هو جاز قراءة القرآن بلا وضوء إذا يجوز؟ لا، ما حدش يقول كده أبدا، لكن كل حكم الأحكام لازم يكون له دليله. دليل اللي أجاز سجود التلاوة بلا 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 وضوء أجازوها من خلال حاجات تانية خالص غير القضية دي. يبقى جواز قراءة القرآن بلا وضوء دي ثابتة أهو، نقول أنا أقرأ القرآن بلا وضوء، إن كان من المصحف يبقى بلا مس المصحف، إن كان من حفظ الإنسان نقول كان الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون القرآن في الطرقات. يبقى هذه الأولى. الثانية نقول والله هل سجود التلاوة يكون على وضوء ولا لا؟ ده اختلاف بين العلماء، ولعلنا ذكرنا الكلام ده قبل كده، ده اختلاف بين العلماء. فالبعض قال إن هو أساسا يبقى على وضوء، والبعض قال لا يجوز على غير وضوء. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سجد وسجد سجد الجميع، ولو كان طبعا يعني قال يبقى قالوا بالنظر كده إن هيبقى مش الكل متوضئ، ولو كان الوضوء شرط لصحة سجود التلاوة لبين لهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يجوز تاخيره بها وقت الحاج. فادي الدليل اللي هو اللي ذكر به البعض ان هو جواز سجود التلاوه بلا وضوء، لكن ما ربطش دي بدي، ما ربطش دي بدي. يعني اخ بيقول هل يجوز الطواف بالهليكوبتر؟ سيدة تعمل مندوبة مبيعات أدوات تجميل وكيان، فما حكم الشرع في هذه الوظيفة على أن هذه الوظيفة لا تبعتها أمامها؟ يعني فيعني الحكم دائما للغالب، غالب استعمال نفس المكياجين جوه ولا بره؟ بره بره، فتعاون على بره التقوى تعاون عليكم أدوات، حكم الغالب، غالب استعمال مكياج ده مين بيستعمله في الطرقات؟ بره، مش هيستعمله بره. يبقى نقول والله ما هي ممكن الواحدة تتزايل لزوجها، نقول تزايل الزوج حاجة، لكن أكثر استعمال الناس إيه؟ المكياجات بره، وبالتالي لما نقول والله لو هتبيع يبقى تبيع لمن تأمن فعلا إنها لا تستعمل هذا المكياج إلا داخل بيتها، إلا داخل بيتها. لكن نقول يعني طب هنعرف الكلام ده منين؟ لأن الحكم للغالب، غالب الاستعمالات إن الناس بره بتستعمله بره النساء، فعلى ذلك يتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا في العدوان. ما تعينش إنسان على المعصية، فممكن يكون الشيء مباح، لكن نقول ان هو لو يعني هيستعمل في معصية وده ظاهر احوال الناس يبقى نمتنع عنه، يبقى نمتنع عنه، يبقى نقول الصنعة دي مباحة، لكن نقول والله دلوقتي الصنعة دي واحد نجار هيعمل مثلا في الاماكن السياحية دي، نقول لك لا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العدوان. ولذلك نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع العنب لمن يتخذه خمرا، والعنب ده حلال،
وعلى ذلك نقول زراعته جانيو كل ده حلال هنا، ولكن لما ده اساسا هياخده عشان يعملوا خمر، احنا اعلنا بذلك الامر، فيمتنع عن بيع عنب لمن يتخذه خمرا، مع ان البيع والشراء نقول دي عنب يعني حلال مباح، لكن نقول ده هيفضي الى حرام. ان نفس الكلام، فالشيء ممكن يبقى حلال لكن نقول باستعمال الناس الظاهر يبقى هنمنع هذا الكلام. وقال يقول تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان. فهي ما نقولش والله هي دي اللي امامها، لا، هي تستعين بربها سبحانه وتعالى وتجد شيء اخر، الا ان هي لو المكياج يبقى لمن يعني تامن فعلا ان هي هتستعمله داخل بيتها مش خارج بيتها. ما حكم المحرمين الذين يقولون شراء اللحم من المطاعم حتى يتم أكله؟ ماله دي؟ ما حكم المحرمين الذين يقولون شراء اللحم وإحنا هو إيه الممنوع؟ صيد البر، صيد ده اللي ممنوع، مش ممنوع الطعام والشراب، الطعام والشراب ده ممنوع، مش ممنوع. فإحنا بينا قبل ذلك لو انسان حلال اصطاد يعني حمار وحشي اصطاد كده، يبقى ده صيد بره اهو اصطاده، ولكن هو اصطاده لنفسه ما اصطادوش للمحرمين دول، يبقى ناكل منه، ناكل منه، يبقى ناكل منه. ده في صيد البره اهو لو اصطاده الحلال ولم يقصد بذلك اهداؤه للمحرم ده او اطعام المحرم منه، لكن هو اصطاده لنفسه اهو وبعد كده اهدى له، اهدى جزء منه للمحرم ياكل منه، يبقى عنده صيد بر لكن لم يصد من اجلنا، وكذلك لم نعاون على صيده، يعني لا احنا عاوننا على صيده ولا هو اساسا صاد الحلال ده للمحرمين، يبقى جاز ان يطعموا منه، ادي لحمه ولحم صيد بر، فاللحوم والحاجات دي مش صيد بر اساسا، مش صيد بر. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان احنا اساسا نقترع شجر مثلا في الحرم غير لما يكون الانسان ليه ارض يزرعها، هيطلع هو اساسا، لكن ده بيتكلم على المباح والمشاع، يبقى اللي هو المشاع، لكن غير لما يكون ليه انسان ارض في مكه ما يزرعهاش ويطلع يعني نباتها، يبقى دي حاجه ثانيه خالص. فجواز الامر ده صيد البر اساسا كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. هل المحرم عندما يغتسل غسل واجب يقوم بتخليل الماء في راسه ام يقوم بالمسح على راسه؟ لا، بيخلل، لان المقصد من كده هو ايصال الماء الى البشر الى الجلد ذاته، فده مش هيكون الا بالتخليل، لكن نقول يخلل برفق، يعني التخليل ده قال ايه وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، لما يكون صائم ما يستنشقش، يعني يستنشق بس نقول له ما تبالغش في الاستنشاق. هنا برضك هنا ما يكون غسل واجب ما يخللش الماء الى شعره، يخلل الماء الى شعره لكن برفق، غير لما كان بيخلله نقول هو حلال، يبقى هو حلال نقول بيخلله بشده عنف، لكن هنا نقول برفق، يبقى يخلل الشعر، لان طبعا ده غسل، غسل لابد من تعميم البشره بالماء. هل طواف الوداع يكون في الحج فقط؟ يعني هو طواف الوداع واجب في الحج، مسنون في العمره، واجب في الحج مسنون في العمره. هل كتاب التفسير هياخذ حكم المصحف؟ كتاب التفسير ياخذ حكم المصحف؟ لو احنا اتعاملنا معاه بهذه الصورة يبقى نقول على حسب المقصد، يبقى امرأة حائض هتقرأ من كتب التفسير، نقول ما فيش حرج تقرأ الآيات وتقرأ التفسير، يبقى مسكان تمسكه، أو إنسان على غير وضوء مسك كتاب التفسير، نقول له هو لكن هيعامله معاملة المصحف، يبقى عند ذلك نقول على حسب مقصد الإنسان، هو مسك كتاب التفسير ليعامله معاملة المصحف فقط، يقرأ منه الآيات، يبقى نقول له هو في حكمه وكأنه التفسير. يبقى كانها تفسير، يبقى لانه نقول هو هيعامله معامله تفسير، هيعامله معامله المصحف. قول لي يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلاوه الايات لا في الركوع على السجود، نهى عن تلاوه الايات لا في الركوع على السجود، يبقى نقول ان هي انما هي الدعاء. طب انا هنقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا متقين اماما، حول كذا ده في السجود. فبقول انه اقول له والله مقصده دعاء ولا تلاوه؟ تلاوه هو الممنوع، لكن كدعاء مش ممنوع، يبقى كدعاء مش ممنوع، يبقى الممنوع هو قراءه القران، النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءه القران حال السجود،
يبقى مش هنقرأ القرآن، لكن أنا أدعيتي كلها تبقى أدعية قرآنية، فأنا أقولها مش على سبيل التلاوة ولكن على سبيل الدعاء. وكذلك نقول لما يركب الإنسان على الدابة، لو قلنا أن الجنب لا يقرأ القرآن، ركب الإنسان على الدابة قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين وإنا ربنا لمنقلبون، هذه آية في القرآن آية. لما أنا بركب الدابة بقول كده، طب لو قال على جنابة نقول على قول من قال أن الجنب لا يجوز أن يقرأ القرآن، طب لو ركب الدابة يقول لأن ده دعاء دلوقتي ما بيقراش تلاوة القرآن، لكن هو بيقول دعاء، فالدعاء مش ممنوع بالنسبة للجنب مع أن هي آية. أيوه هي آية بس الآن أنا أتعامل معها كدعاء، يبقى نفس القضية أيضا. يبقى نقول على حسب المقصد، هو هنا استعملها إيه، يبقى استعمل مصحف التفسير كمصحف، يبقى كمصحف، فنقول على المقصد بتاعه يبقى ممنوع ممنوع، قلنا عشان دي كأنها حيلة عشان يصل إلى ذلك الأمر، وبالتالي يعامل بها زي ما بينا كده. ممنوع تقرأ القرآن في السجود، لكن أنا لما حقول الآيات اللي هي فيها أدعية أنا بقرأها كأدعية وليست كتلاوة. الجنب قلنا يبقى كأدعية وليست تلاوة، قلنا لو إنسان جنب وأراد أن ينام، طب ما في أدعية وأذكار كده في النوم، منها أدعية عن طريق القرآن، يبقى لما بقولها بقولها كدعاء ولا أقرأها في القرآن، ولا أقرأها في القرآن. فبذلك الحظ أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم.